مرة تانية برحب بحضراتكم. ومن النهاردة الحقيقة مش حابب خلاص بقى نفتح ملفات اللي فات، يعني إذا كان في اللي فات دروس مستفادة تنفعنا في اللي جاي نتكلم فيها، لكن حابب أكتر يكون وإحنا بنتكلم معاكم في السادسة عنينا على اللي جاي، وحابب أكتر إنه دور جماهير النادي الأهلي هي التركيز مع فريقها، ونبدأ زي ما بيقولوا كده نفتح صفحة جديدة. عندنا ظروف إيجابية أو متغيرات إيجابية كتيرة جدا بنبدأ بيها الموسم ده، أولها إن الفريق بتاعنا لأول مرة من 3 مواسم بياخد راحة، تانيها إنه في جهاز فني جديد بيتولى المسؤولية في ظروف طبيعية وفي توقيت مناسب جدا، تالتها هو تدعيمات النادي الأهلي سواء بالصفقات المحلية أو حتى الصفقات الأجانب، ولسه بأكد لم تكتمل بعد. خلينا نبص على مشوار الأهلي اللي هيبدأ كمان أسبوع والموسم اللي جاي وتطلعات جماهير النادي الأهلي مع واحد من كبار نجوم النادي الأهلي وواحد من كباتن مصر الكبار طبعا كابتن عادل طعيمة اللي بيشرفنا النهارده في السادسة. مساء الخير يا كابتن عادل. استاذ احمد نور الدنيا. نورك يا حبيبي، وحشنا بقالنا كتير ما تقابلناش. شرف كبير ليا والله. والله نتفائل بوجودك معانا واحنا على بعد ايام قليله جدا من بدايه الموسم، وزي ما كنت بقول في ظروف كتير مختلفه عن ال3 مواسم الاخير. السنه دي الاهلي ادى راحه سلبيه حتى مبكره قبل الموسم الاخير ما يخلص. السنه دي جهاز فني بيجي بياخد فتره اعداد. السنه دي سكواد الاهلي بيقدر يعمل تدعيمات ما قبل الموسم. معظم صفقات الاهلي كانت بتيجي تخش على المفرمه على طول زي ما بيقول. هبتدي معاك من الجهاز الفني، ازاي بتشوف التعاقد مع مارسيل كولر السويسري؟ ويعني من خلال متابعتك انت اكيد بتشوفه وبتتابع، ايه الفوارق او ايه الحاجات اللي شفتها ايجابيه في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه على ردا على كلامك، دايما اللي في النادي الاهلي لازم يبقى متفائل. مش انا اللي اجيب التفاؤل، لا ده التفاؤل ده من يوم النادي ما اتنشا. أيوة. من الوطنيه، مع عدم دخول الانجليزي النادي، الى النتائج. هي الدقيقه 96 و97 دي جت صدفه. يبقى الجمهور قاعد وعارف ان الجول هيجي في الدقيقه 96. أيوة. ده نتيجه ايه؟ ثقه وتفاؤل. فطول ما انت بتشجع هذا النادي فانت في التفاؤل. الحاجة الثانية برضو قبل ما يعني أجاوب على سؤالك، اللغط اللي موجود، فأنا بشوف أنه النادي الأهلي بمثله شجرة ودورها في الأرض وفروعها في السماء ومليانة ثمار. وبعدين في حاجة كده صغيرة كده، حاجة صغيرة كده ماسكة حاجة عمالة ترمي، حتى اللي هي بترميه ما بيوصلش للشجرة دي. فأنت لجمهور النادي الأهلي عظمة هذا النادي و كبريائه ومبادئه وقيمه، دي كلها حاجات كلها لازم نبقى عارفين قيمة. أي. هذا النادي اللي احنا بنشجعه. بالنسبة للمدير الفني، في حاجات بحكم من الفترة الكبيرة اللي الواحد اشتغلها كمدير فني، دايما كده بيبقى فيه لقطات صغيرة. هي صغيرة بالنسبة للناس بس بالنسبة لنا كبيرة قوي. طبعا انت اكيد العين مختلفه والتجربه مختلفه تمام. والخبره مختلفه، فاكيد نظرتك بتبقى باصص على حاجات ممكن الناس ما تاخدش بالها. من التفاصيل دي. مدرب جاي من سويسرا نازل على مصر. ومش يعني قرا شويه اتفرج شويه. فبقى بينزل من الطياره ما بيروحش على الفندق يحط الشنط وياخد دش ولا حاجه، لا بيروح رايح على النادي على طول. ده معناه ايه؟ معناه ان الراجل بيحسب الوقت بتاعه بالدقيقه. لانه عنده شهر، الشهر ده بالنسبه له عباره عن عدد معين من الدقائق، من الدقائق يعني من ساعات. أيوة. والساعات بتبقى تتحول الى دقائق. فالدقائق اللي عنده في خلال الشهر لما هيتمرن كل يوم 4 ساعات اضربهم في 25 يوم لانه عنده شهر ب 100 ساعه. فال 100 ساعه دي بالنسبه له بدني، قياسات وقياسات جديدة ما اتعملتش قبل كده. أيوة. وبعدين تحضير تكتيكي وتحضير بدني وتحضير نفسي وتعارف، وبيشوف الولاد الشباب اللي ممكن ينفع واللي ممكن يعار. كل الأمور دي مجرد ما يشوف أرضية الملعب، يشوف الإمكانيات. العلاج إيه؟ المطلوب إيه؟ واللي مطلوب إيه، بحيث إن هو ما يضيعش ثانية. فالراجل ده أولاً بيحترم جدا مهنته وبيحترم اكتر النادي اللي هو جاي له. وعايز ينجح، عنده طموح عايز ينجح. الحاجه الثانيه بيبدا الشغل اللي طبعا كلنا بنتمناه طول عمرنا، النادي الاهلي ما فيش على طول مواسم داخله ببعض. أيوة. يبتدي الكشوفات، القياسات،
قياسات القدم اللي هي ما اتعملتش في ولا في الشرق الاوسط تقريبا، ويشوف قد ايه كل لعيب احتياجاته ايه البدنيه والتكتيكيه، ويشوف شرايط. وبعدين من الحاجات اللي برضو لفتت نظري انه الراجل ده كم من التواضع اللي موجود عنده، وبيخش قلب اللعيبه بسرعه جدا، نتيجه انك بتلاقي حتى اللعيبه وهي بتبذل جهد بدني وبيجوا من الصبح من الساعه 7 يمشوا الساعه 8، ومع ذلك مفيش غضاضه ولا في، بالعكس الجهد البدني ده يعني مبتسمين. ايوه في مدربين يخافوا من الاول انه يعني ممكن او وارد انه يقول لك ايه، انا لسه في مرحله التعارف فمحتاج اكسب يعني اكسب ودهم ودهم بالظبط كده، فالامور تبقى لطيفه. لا، وفي ناس ثانيه تقول لك اخاف اعمل فكره اليوم الكامل دي، فاللعيبه في بدايه موسم تبقى ايه يعني متنشنه متضايقه. لكن على العكس، على العكس حسب كلام حضرتك على العكس اللي هو وده اللي حصل. اذا عايز انا ود اللعيبه ولا انا عايز فايده اللعيبه؟ مظبوط. فاللعيبه خدها مني قاعده، اللعيب دايما مع المدرب اللي بيشغله شغل جامد جدا في فتره بيبقى كارهه، لانه اجري اسبرنتات شغل جامد بيبقى مش طايقه، مجرد ما يعدي فتره الاعداد بيبقى عايز يبوس على دماغ المدرب. ليه؟ لانه وصله لمرحله زي ما انت طالع على السلم بتطلع يعني ها تعبان، بتبقى فت بص تلاقي تطلع السلم ده تك تك على طول، فده بيبقى فت. يبقى كده بيبص للمدرب ده عايز يعني يبوس دماغه، عايز يشكره. ليه؟ لان هو وصله للمرحله اللي هو فيها انه يقدر يسعد الجماهير من خلال الجهد البدني اللي بيأديه. الحاجه الثانيه، لا يحب الظهور في الاعلام، ويمكن كابتن اسلام كان عايز يعمل له مقابله وبتاع، راجل مش جاي علشان يتكلم عنه ولا عشان اي حاجه. فبالتالي طبعا دي حاجه بتتحسب له ان هو راجل عايز يشتغل، وشغله هو اللي يعني يوديه للحته اللي هو محتاجها. حتى الماتشات اللي لعبها الماتشات الوديه رفض انه يتم اذاعتها، وفضل ان هو يقفل على نفسه ويقفل على الفرقه، على الرغم انه يعني الماتشات دي بتبقى بالذات في بدايه موسم مطلب جماهير، كل جماهير الاهلي حتى لو ماتشات وديه عايزه تشوف الشغل المدير الفني، عايز تشوف اللعيبه، عايز تشوف الصفقات الجديده، لكنه فضل ان هو يعمل اطار من السريه على الثلاث ماتشات اللي لعبهم. وعايز اخد رايك في الثلاث ماتشات وايه فايدتهم مع طبعا اليوم الكامل، بس اسمح لي كابتن عادل هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده كابتن الكبير عادل طعيمه معانا في السادسه بعد الفاصل. اليوم الكامل علامه، الثلاث مباريات الوديه التدريجيه علامه تانية، اسمع راي كابتن عادل طعيمه فيهم. ازاي بتشوف الاضافه يعني ليه مدير فني يفكر في انه يعمل يوم كامل للاعبين، وخصوصا انه يعني في بدايه موسم فتره اعداد، والثلاث ماتشات الوديه ازاي شفتهم واهم مكاسب الاهلي منهم، على الرغم ان احنا يمكن اول ماتشين كان بيغيب عننا عدد كبير من اللاعبين سواء اصابه او يعني مش اصابه لا بيكملوا البرنامج التاهيلي بتاعهم، او كانوا محترفين اجانب بيلعبوا مع منتخباتهم، او المصريين طبعا اللي كانوا مع منتخب مصر اول واولمبي. لا، هو الراجل هيعيد التوليفه يعني اللي كان بيلعب اساسي السنه اللي فاتت واللي قبليها، اعتقد هيبقى فيه لا ده انا جايلك في المراكز لسه جايلك في المراكز والخطوط، هيبقى فيه تغيير معانا التفاصيل. الحاجه الثانيه برضو تكمله للكلام، اولا هو ما يعني ما زعش الماتشات. لا، وقفل الملعب في تيتش. قفل الملعب بحيث حتى اللي يجي من بره كان بيجي يقعد يتفرج على التمرين ويصور ويطلع ونبقى يعني مصطبحين اي حاجه احنا بنعملها. وبعدين دايما لما في المدرب المدير الفني بيصلح اخطاء اللعيبه، اللعيب بيبقى حساس شويه لما يكون الناس بتتفرج عليه. لما انا بوجهك اقول لك اعمل كذا وسوي كذا، اللعيب الكبير لو في ناس بتتفرج بتضايق شويه. فدايما كان يعني انا عايز اصلح اللعيبه يبقى الجمهور مش موجود، بحيث ان انا اقدر ان انا اشتغل بالشغل الجيد يعني. الحاجه الثانيه برضو انه الراجل عدم اذاعته للمباريات مع اليوم الكامل، مع اليوم الكامل ده عباره عن ايه؟ اليوم الكامل ده عباره عن ان انا بدي وصله اجتماعيه قويه جدا للعيبه، بيقعدوا مع بعض اكتر من 16 ساعه. الحاجه الثانيه انا بصلح، ودي احنا طول عمرنا بننادي بيها، اليوم الكامل ثم التدريبات التخصصيه. انا لما يكون انا عندي اظهره، عندي قلبي دفاع، عندي وسط ملعب، عندي مهاجمين، هل كله بياخد نفس الشغل؟ لا طبعا. اذا انا في التخصصي المدافعين بشعمل لهم شغل خاص بيهم،
حتى الشغل البدني. في بعض الفرق بره مصر، فرق كبيره يعني، بقت بتجيب تحت المدير الفني مدرب لمجموعه الهجوم ومدرب الله يفتح عليك لمجموعه الدفاع، يعني لعيب بس هو او مدرب شغلته نشتغل مع المهاجمين او يشتغل مع المدافعين، زي ما في كده مدرب لحراس المرمى مش يعني زي ما بيبقى في مدرب لحراس المرمى. ليفربول عاملين مدرب علشان يعمل الاوت، بيعمل انواع من الخطط للاوت، تكتيك للاوت، لرمية التماس. فشوف وصلوا لدرجه ايه. فانت الراجل اليوم التخصصي ده اليوم الكامل والشغل التخصصي، هتبص تلاقي اللعيبه معظمها هيتطور ادائهم مستواه، لان في الفترات اللي فاتت 3 سنين انت يعني ما بتتمرنش اصلا. كنت معاك من فتره انت عشان موسيماني يخلي الراجل يعمل اوفرات، ولا يخلي الراجل يشوط على الجول، ولا عشان يعمل جمل معينه، ما عندوش وقت. بيلعب النهارده، ثاني يوم تدريب خفيف، ثالث يوم بيسافر، هنا رايح كاس عالم انديه، هنا منتخب، هنا رايح افريقيا، رايح الهلال، رايح المريخ، رايح الجونه، يعني ما فيش وقت يشتغل. فالفتره دي الحقيقه مجلس الاداره خد قرار عبقري، على الرغم من يعني كان عندنا امل في الدوري، لكن كنت هتفقد الاثنين، لان كانت الموجه عاليه. ايوه الموجه عاليه جدا من لجنه الحكام والبعض طبعا. يعني فقال لك لا، يعني الموجه عاليه قوي كده، طب انا مش هخسر الاثنين، انا هلعب بالاشبال والناس العائدين من الاصابه. أيوة. بس في نفس الوقت انا اللعيبه دي لازم هديها راحه، بحيث ان هم كانهم صفقات جديده داخل الفريق. الثلاث مباريات وطبعا عاملهم بالتدرج بالتدريج، هتبص تلاقي مثلا الناس اللي ما كانتش بتلعب في الفترات اللي فاتت، السنين اللي فاتت، ممكن جدا هتلاقيهم بيعتمد عليهم اعتماد كامل في الفتره اللي جايه. ليه؟ لانه احنا من وجهه نظرنا الفنيه كان في ناس قاعده على الدكه كان ممكن جدا تستعين بيها، لان هم اصلا جايين لك، او كان طالعين من قطاع الناشئين، او عندهم ميزات في غايه الروعه وفي غايه، يعني واحد زي محمد محمود. انا لما اقارنه بين بوبو اللي جاي انا عايز اخده من فيوتشر، انا كراجل فني يعني انا بشوف محمد محمود اعلى من بوبو. والله يا اخي انا بقسم بالله. هو يعني كل اللي بيتقال عن محمد محمود يا كابتن عادل ان واحد من افضل اللعيبه الموجوده في مصر، يعني ما حدش اختلف على قيمه ولا على امكانيات محمد محمود. انا براهن عليه، الرجل ده اولا الجانب القدرات الفنيه العاليه، بيسدد برجله الاثنين، مقاتل، الروح وحب النادي الاهلي اللي جواه حاجه. ده نزل مره في 5 دقائق عمل لنا بنالتي جه ازاي؟ الراجل بيشوط وده راح حط دماغه. شوف الراجل ده بينزل 10 دقائق اللي بالنتيجه، الراجل برضو مصمم، حتى الراجل اللي ماشي ده ريكاردو يعني برضو يديله 5 دقائق في 10 دقائق. فانا بقيت مستغرب، يعني الولد ده يتفوق على ناس كتير جدا بس ده مش ممكن يترجم. انا بحب محمد على فكره. أي. يعني بشوف انا بحب اللعيبه، بحب اللعيبه اللي عندها كوره، يعني اللعيب اللي عنده كوره دايما ببقى متعاطف معاه، حتى لو مش في مستواه او لو بيتعرض لظلم او يبقى في بعض الاوقات في بعض المديرين الفنيين بيبقوا قاسيين شويه عليهم، لكن انا دايما ببقى بتعاطف مع لعيب الكوره اللي بيمتعني، اللي بحس انه في الملعب في حاجه مختلفه كده. لكن مش لما يبقى اكتر من مدير فني يجوا من مدارس مختلفه ما يعتمدوش او ما يدوش الفرصه لمحمد، يبقى برضه هو عنده حاجه محتاج يشتغل عليها كابتن عادل؟ لا، هو المشكله عنده كان في اصابه. وبعدين هو جاله اصابتين اعتقد في يمين وشمال، جاله اصابتين وبعد خلاص كان قرب، وبعدين نزل اصيب تاني. الحاجه الثانيه، في بعض المديرين الفنيين خاصه اللي بيمسك النادي الاهلي يقول لك انا يعني انا هجازف ليه؟ انا هدي الواحد لسه ما بيلعبش وديله ممكن جدا يعني ما يدينيش المردود اللي انا عايزه، طب انا العب اللي هو بيلعب على اساس ان انا ما اجازفش. ايوه مهنه التدريب لازم يبقى فيها نوع من المخاطره المحسوبه. يبقى انا عارف ان انا لما هنزل محمد محمود في الشوط الثاني انا عارف ان هو هيديني مش اقل من 7/10. تمام. يبقى عندي الشجاعه دي، ولما النتيجه تبقى 2-3 اروح دافع بيه اذا انا مقتنع بيه. فالمديرين الفنيين ما فيش غير ما اظن كان موسيماني وريكاردو الاثنين بس. فريكاردو طبعا جه في وقت كان صعب جدا، وموسيماني لما جه برضو كان الفريق عمل انجازات وبطولات،
برضه في فتره كان بيبقى حريص قوي ان هو يعمل عمليات تغيير، لدرجه انه في لعيبه اجهدت جدا، وده العيب اللي انا قلته، العيب الوحيد في موسيماني. موسيماني انا بعتبره من احسن مدربين اللي جم في الفتره الاخيره. امال ايه؟ طبعا جوزيه وموسيماني. فالراجل ده كان مدرب عبقري جدا، لكن العيب الخطير اللي كان عنده كان مصمم على بعض اللاعبين، مفيش تدوير، مفيش تدوير، ومصمم على اللعيبه ما كانتش بتدي في فترات. نتيجه جهد، نتيجه الله اعلم ايه اللي جوه، يا اما ثقه زياده، يا اما عارف ان هو مفيش بديل ليه، كل الامور ديت. طيب اخد رايك في صفقات الاهلي الجديده، وشايف مين ممكن يمثل اضافه، ومين محتاجين نصبر عليه شويه، ومين ممكن يبقى حاجه للمستقبل؟ وطبعا شادي برضو زي حسام حسن كده، من المقاتلين، من المشجعين الدرجه الثالثه. شادي زي حسام حسن الكبير ولا حسام حسن اللي موجود دلوقتي؟ لا، حسام حسن بتاعنا. حسام حسن الكبير. ما بقول شادي زي حسام حسن زميله يعني. نفس القدرات ونفس القلب، والاثنين من انصاف الفرص، بيجيبوا اهداف. فطبعا اضافه كبيره جدا، الى جانب ان هو بيلعب في اكثر من مركز. بيلعب في الدائر، بيلعب في ال 18 جوه ال 18، بيلعب كراس حربه. لو الثلاثه فات، مين يعجب عادل او مين يراهن عليه عادل طيب اكتر؟ على يعني لو حسام وشريف وشادي، الثلاثه فت والثلاثه واصلين لتوب فور، مين بالنسبه لك مهاجم انسب لطريقه ولعب النادي الاهلي؟ الثلاثه، لان كل مباراه بتختلف عن الاخرى. وبالتالي هتلاقي شادي في ماتشات معينه. وبعدين شادي برضو في ميزه انه بيلعب طرف، كمان طرف شمال، وبيجيب فيها جدا، وبيجيب اهداف مؤثره جدا لما بيلعب على الطرف الشمال، الى جانب انه بيأدي دور دفاعي ودور هجومي. الاطراف مش ناقصه يا كابتن عادل، ده الاطراف عندنا السنه دي فيها فيها منافسه يعني فعلا. يعني يمكن يكون اكتر خط الحقيقه فيه ضرب نار يعني. علشان كده كنت اتمنى يبقى فيه قلب دفاع. كنت تتمنى يبقى فيه قلب دفاع. قلب دفاع، لان احنا مشكلتنا الموسم اللي فات لما في 2-3 بيتعوروا ولا حاجه. المكان ده عنق زجاج خطير جدا. فلابد يبقى عندك من الكثافه، وعندنا عايزين حد يعني يكون الكرات العاليه زي بدر بارون كده بالنسبه للطول. والبدايه الهجمه، كنت بتمنى يبقى في قلب دفاع، واعتقد في يناير هيبقى فيه ان شاء الله يعني. مين من 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 مصر ولا من بره؟ يعني شايف انه في حد في مصر ممكن يلعب الدور اللي بيقول عليه كابتن عادل ده؟ والله في مصر يعني ممكن، بس هيبقى في الممتاز به. في الممتاز به. في الممتاز به ممكن تلاقي. بس عايز تدويره، وانا برضو يعني ان شاء الله نعطر. طيب انا عايز اشوف عندك من وجهه نظرك، هل في مراكز محسومه لاسماء بعينها، والمنافسه هتبقى في جميع المراكز على اشدها مع بدايه الموسم؟ هتسمح لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا وضيفنا الكابتن الكبير عادل طيب. انا يمكن في نهايه الاسبوع اللي فات وانا ببتدي الحلقه، وانا عارف طبعا انه جماهير النادي الاهلي دايما مشغوله في فكره الميركاتو والصفقات، واتفقنا انه سكواد الاهلي تقريبا شبه مكتمل، يمكن تبقى محتاج لاعب، ممكن تبقى محتاج اثنين، ومحتاجهم يبقوا سوبر كواليتي، حاجه مش موجوده مش على مستوى مصر، على مستوى افريقيا. وبالتاكيد اداره الاهلي الى حين طبعا لما نعلن عن حضراتكم الاسم النهائي، احنا ما نقدرش نعلن حاجه حتى في اطار المفاوضات، لانه حضراتكم عارفين حاجات كتيره جدا ممكن تتغير بين مش الساعه والساعه الثانيه، بين دقيقه والثانيه. فبالتالي لكن تركيز الاهلي خلينا نتكلم على المطلوب او على المواصفات، حاجه سوبر مش موجوده على مستوى افريقيا، يمكن التركيز اكتر في الناحيه الهجوميه. لكن يمكن كابتن عادل ليه وجهه نظر يهمني جدا اسمعها، فكره المدافع، وانا كنت بكلمه في الفاصل على المدافعين بتوعنا. طبعا كابتن عادل يعني استاذ كبير وليه عين كمان، يعني قدمت نجوم كتير جدا لمنتخب مصر وللنادي الاهلي. كنت بكلمك على المحللين يا كابتن عادل، وانت يمكن قلت لي انه طبعا في كارت موجود معاك في جيبك مش هتعلن عنه دلوقتي، لكن هتخصنا بيه ان شاء الله لو حصل توفيق وكان موجود معانا. لكن ليه المدافع في التوقيت ده كابتن عادل؟ الناس كلها بتتكلم على مهاجم، بتتكلم على راس حربه صريح، بتتكلم على جناح، دي اهتمامات الجمهور، وده اعتقد كمان الخيار الاول اللي بيشتغل عليه اداره النادي الاهلي. لكن انت ليك وجهه نظر في قصه المدافع دي؟ وجهة نظري ان انا لما ببني رايي ما ببنيهاش على الدوري المحلي. لا، انا بفكر دايما، انا بلاعب ريال مدريد في كاس العالم انديه، تمام، بلاعب برشلونه، بلاعب المان سيتي. ايوه، فانا في قلبي في مدافع يسد معاهم دول يا كابتن عادل. لا، طب ما احنا كسبنا طبعا كسبنا المونتيري، كسبنا الهلال، صح،
كسبنا بالميراس وكسبنا الدحيل. طب وريال مدريد احنا ما كناش، كنا مجهدين جدا واحنا بنلاعب بايرن ميونخ. كنا فين يعني؟ و2-0 وكان برضه في بعض اللعيبه كانت مخضوضه. الشوط الثاني بقينا كنا احسن ومضيعين جول. صح. وانا ببني رايي ان انا دايما قلبي الدفاع في النادي الاهلي بالذات بيبقى دايما يكون بيبدا الهجمه كويس ويلعب تحت ضغط ويطلع الكره من رجليه. صح. أيوه. بس كمان لازم يكون البنيان بتاعه قوي وطويل، يبقى لا يقل عن 185 سنتي بحيث ان الكور العاليه احنا بنشوف ان العالم كله الكور العاليه. طلعت وائل الجمعه في المحله صح يا كابتن علي؟ كان رغم انه كان سنه صغير، كان عنده 20 سنه وكان عندي اشرف كابونجا كان طويل جدا، ووائل دخل معاه واثبت كفاءه. وبعد انا ما مشيت على طول جه احد المدربين من نادي الزمالك، النادي الاهلي اشترى وائل. وطبعا وائل من الناس اللي كنت بعمل له شغل تخصصي كل يوم. يعني بتشتغل معاه منفردا؟ شو امال ايه؟ امال ايه؟ كان عندي مثلا كل يوم بعمل اليوم المفتوح ده او اليوم الكامل. انا عمري ما اشتغلت في التدريب الا اليوم كامل. يعني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كنا بنيجي سنه 81 81 بنيجي الصبح الساعه 6:30، اللعيبه اللي جايه من الحلوان واللي جايه من هنا واللي جايه من هنا يجوا الفطار، التمرين، الفطار. كان في سراير عندنا كده تحت المدرجات دورين زي القوات المسلحه. أيوة. يخشوا يناموا، يطلعوا يتغدوا، يتمرن الساعه 3، يروح الساعه 8 يكون نايم. فالجيل ده كان اتأسس اليوم كامل. حتى لما طلعت بره النادي الاهلي اليوم الكامل ده انا مقتنع بيه. العالم كله بيشتغل اليوم الكامل. صحيح. هو الاحتراف يعني يوم كامل؟ يوم كامل. ما وراكش حاجه. النادي الاهلي بعتني نادي بريمن، كان بطل اوروبا. فيردر بريمن. فيردر بريمن. أيوة. وكنا دايما لما بنروح النادي الاهلي بيبعت انا وفرقتي للملعب هناك، كنا بنلعب ضدهم. لما رحت فتره الاعداد بتاعتهم الصبح الساعه 8 اللعيبه كل واحد جايب عربيته، اركن العربيه، انزل التمرين، خلصوا يروحوا مروحين بعد الظهر. اليوم الكامل ده السنه الكلام ده السنه كام؟ 84. فاليوم الكامل ده ما هيش بدعه. وانا كمدرب اجي اشتغل ساعه الصبح ولا ساعتين ولا ساعه ونص وشكرا. ما ينفعش. انا في لعيبه عندي لو انا بس اليوم الكامل ده فترات اعداد بس يا كابتن عادل؟ لا يعني لا لا صعب لا. انه يبقى طول الموسم في ظل انت عارف النهارده يعني بالتاكيد في الثمانينات ارتباطات الانديه عدد البطولات، خصوصا بتكلم عن نادي زي نادي الاهلي، يعني ممكن نادي بيشارك في بطوله دوري وكاس يقدر يعمل ده، لكن نادي بيلعب في دوري ابطال افريقيا وبيلعب في بطوله كاس عالم وبيروح سوبر افريقي وبيلعب على بطوله دوري وبيلعب على دور الكاس وبيلعب في كاس رابطه، عدد البطولات وعدد الماتشات وبالنسبه للاهلي بقى تحديدا مستوى المنافسين اللي انت بتقابلهم، انت على طول يعني تقريبا ثلث ماتشاتك اللي بتلعبها في الموسم بتلعبها مع فرق ابطال مش فرق عاديه، فرق محققه بطولات على مستوى بلدها، فرق محققه بطولات على مستوى القاره بتاعتها، فحجم المنافسه او مستوى المنافسه كمان بقى اصعب بكتير من قبل كده. هل ده معناه انه قدرات اللعيبه البدنيه تقدر تتحمل اليوم الكامل على مدار موسم كامل بيشاركوا فيه وبينافسوا فيه على كل القاب؟ وحتى تكمل الكلام حضرتك، حتى الفرق بتاعتنا في الدوري المحلي وهي بتلعب الاهلي بتلعب بايه؟ اعلى مستويات، اقصى طاقتها. صحيح. يعني اللي متخانق بيصالح وحاجات كده. مظبوط. السؤال بتاع حضرتك هو اليوم الكامل مش معناه ان انا بدي كل الشغل طول اليوم. لا لا لا، ده مجرد الولاد بيبقوا قاعدين، اللعيبه قاعدين مع بعض بيفطروا مع بعض، بيدي شغل ممكن جدا الصبح انا بدي محاضرات، شرايط فيديو واجيب اللعيب تعالى انت النهارده الاوفر ده اتعمل غلط ليه؟ واديله ايه اللي ممكن يتعمل؟ الحاجه الثانيه يعني مش كله بدني، يعني الناس برضه ممكن تبقى معتبره انه اليوم الكامل ده كل الشغل اللي فيه بدني. لا 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 مش بدني، في جزء نظري، في جزء تاكتيك، في جزء نفسي، في جزء كمان ممكن يبقى اجتماعي بيتهيألي يعني. جزء نفسي وجزء الجزء البدني انت في فتره الاعداد ده بيبقى شغال، بعد كده الجزء البدني بيقل والجزء التكتيكي بيبتدي يزيد. الحاجة الثانية المهمة جدا انك انت عندك في اليوم الكامل شغل تخصصي. انا مثلا عندي قلبي الدفاع العب عليهم راس حربة. طيب راس الحربة ده اخليه يتحرك بطريقة معينة، يبقى في نوع من الانسجام بينهم. لو الراجل ده راح لليمين
الراجل زميله في الشمال يبتدي يعمل ايه؟ يبتدوا يتمرنوا على الحته دي من غير جهد، مجرد يقول لك راس الحربه ده فلان هيجي على محمد عمنا، طيب ياسر يبقى فين؟ ياسر يبقى في الحته الفلانيه، طيب الباك مع الوينج علي معلول مثلا مع مع شادي، طيب الاثنين دول يعملوا، طب انا عايز اعمل جمله بالمشي، هل في المشي ده فيه طاقه ولا فيه حاجه؟ لا طبعا. صعبه جدا. لما اعمل مثلا حمدي فتحي مع علي معلول مع شادي جمله معينه تتعمل بحيث ان انا اضرب التكتل علشان اوصل لمرمى المنافس باقصر طرق معينه، وما يبقاش عارف مين اللي رايح على الطرف، مش كل مره علي معلول يروح على الطرف. احنا شفنا علي معلول جاب جوال من على 18 من العمق في السكس، في السكس يارد كان موجود في اوقات وبيجيب اهداف. تمام. فالشغل التكتيكي ده بيبقى محتاج اليوم الكامل ده، ان اللعيب ما راهوش حاجه الصبح بيعمل ايه. انا حتى لما بجيبه الصبح بيبقى مضطر ان هو ينام لان انت عارف الجو بتاعنا. طبعا طبعا. الجو بتاعنا هيخلص يعني اليوم هيعمل ايه؟ طيب وهيصحى ثاني يوم الساعه 6 كمان وسهر وموبايل والى اخره. انما مجرد ان هو يجي الصبح الساعه 9 بدل من الساعه 7 يجي الساعه 9 يجي يفطر مع زمايله. لا هي الموبايلات دي اللي بوظت كل حاجه يا كابتن عارف. فياخد تعرف الشغل ده هيفيدنا طبعًا. هيفيدنا جدا. المهاجم بدل ما يشوط في التمرين بعد الظهر يشوط له 14 كور 15 كوره، انا لما اجيب الصبح واخليه يشوط على الكوره من الجول من جميع الزوايا يشوط له 50 60 كوره باوضاع مختلفه، واحده فيرست تايم، واحده بدماغه، واحده بيطير وهو بيجيبها بدماغه، واحده بكعب الجزمه، واحده بياخدها من اليمين على صدره ويروح حاططها في الجول، وهكذا. بديله كل الاوضاع اللي ممكن تحصل له في المباراه. وبالتالي انا الشغل التخصصي ده مش هيحصل الا باليوم الكامل. واحد مثلا ناخد رامي ربيع. قلب رامي ربيع قلب دفاع. احيانا كثيره بيبقى الكوره الطويله للباك للوينج الشمال ما بتبقاش مظبوطه. طب انا اجيبه في الصبح وهو موجود مع زميله ويعمل الكوره دي مرات عديده جدا لحد لما يبقى عملها تبقى زي نشوف انت بكيف برشلونه كان راح واخدها عاملها لقلبة تاخد ايه؟ مفيش غلطه رايحه على وش الجزمه. ده نتيجه ايه؟ براكتس تمرين تمرين وتكرار. هل ميسي في الفاولات اللي هو بيجيبها ما بيتمرنش عليها كل يوم؟ ده بيتمرن عليها الصبح وظهر وبالليل لانها عمليه الاتقان دي. والاشاره اللي جايه من المخ للعضله علشان تحط الرجل في الحته المعينه في الكوره عشان توصل العضل العصبي. برافو عليك. فدي عايزه باستمرار باستمرار التكرار. فالراجل اللي هو عمله الحقيقه انا بحييه جدا وبحيي الاداره على اختياره. راجل يعني واضح جدا على الرغم انه مسك يعني منتخب النمسا وعمل نتائج مبهره ووصل النمسا لدرجه دليل. معينه فده معناه اول مره في تاريخها تشارك. هي شاركت قبل كده في اليورو بس لانها كانت بتستضيف البطوله، لكن اول مره تشارك في تصفيات وتتاهل لبطوله اليورو كانت مع كولر. الراجل ده ما بعتمدش على بقى تاريخه القديم بقى وانا جاي اطلع على الفندق ومؤتمر صحفي واجي على التلفزيون واجري هنا واجري هنا واحاديث صحفيه. لا 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 ده راجل شغل. عايز اتكلم معاك على اللعيبه شويه. اتفضل. وانا عارف انه عينك يعني وانت بتشوف اللعيبه بيبقى ليك وجهه نظر، وزي ما قلت كابتن عادل طبعا يعني غني على التعريف يعني، لكن الحقيقه يمكن النجوم اللي اتقدمت على ايد كابتن عادل مع فرق مش كبيره او مش جماهيريه وبقوا من اهم الاسماء في مصر. كنت لسه بتكلم على كابتن وائل جمعه، كابتن عصام الحضري اعتقد وانت في دمياط يمكن انت برضو اللي يعني قدمته. النهارده يعني في ناس كتير بتقول لك احنا مثلا عايزين صفقات تاني، في بعض المراكز في الاهلي محتاجه تدعيم. ازاي شايف سكواد الاهلي؟ وهل بتشوف انه تقدر تقول انه ال 11 مركز اللي موجودين في الملعب بقى في منافسه قويه عليهم بين كل لعيبه بتلعب في نفس المركز ده، ولا في مثلا مراكز من وجهه نظر كابتن عادل محسومه الاسماء بعينها؟ لا بقى في مع الراجل ده مش هيبقى في حاجه محسومه. هو طبعا بالنسبه لكولر ال 30 لعيب اللي قدامه ورقه بيضاء يعني لسه بيتفرج لسه بيقيم، وهو في تصريحاته قال كده نصا وانا احترمته جدا. انا اللي يفرق معايا العقليه، يفرق معايا التزام، يفرق معايا المستوى اللي انت بتقدمه، ما يفرقش معايا اسمك، ما يفرقش معايا دولي ولا مش دولي، اجنبي ولا مصري، يعني قال لك انا ماليش دعوه بده، انا عايز عقليه، عايز التزام، عايز مستوى في الملعب. انا كمان احترمته جدا انه الملعب كان مليان الصراحه يعني. ودي حاجه كانت قلقاني. يعني اللعيبه كتير وانت رايح على ماتش مهم. فادى للاداره وللكابتن الخطيب انه 10 ايام
وهعمل تقييم بالولاد اللي هي ممكن تعار او انها ممكن تطلع او تعار. تمام. فزي ما بتقول حضرتك انت عندك نوعيه اللعيبه اللي هي اصلا وصلت لمرحله عاليه جدا من الاداء الفني والبدني على اعلى مستوى. المشكله بس زي ما انا بقول ان وصل لمرحله من الاجهاد، وموسيماني ما كانش بيعمل عمليه التدوير على الرغم من كان عنده ناس لو ادالها، بس ما كانش فيه عنده وقت. الحاجه الثانيه اللي انا بتمناها قبل ما اجاوب على سؤالك، انه يبقى هناك مدير فني لفريق تحت الفريق الاول. الناس اللي ما بتلعبش لو الدوري كان مضغوط يبقى هناك مدير فني من اولاد النادي. يعني اللعيبه اللي هي ما بتلعبش، لا بس فهمني يعني ايه للفريق اللي تحت الفريق الاول؟ الشباب اللي لسه موجود واللي في احنا جايبينهم من وادي دجله ومن هنا الى جانب الموجودين في النادي. اللعيبه اللي هي ما لعبتش المباراه، يعني انت هتلعب يوم 9 مع الاتحاد المنستيري خلاص، ترجع يوم 10، يوم 11 اللي ما لعبش الماتش يكون بيلعب مباراه وديه، يكون بيلعب مباراه وديه قويه. أيوه. وبعدين انا لو الدوري مضغوط بالنسبه لي انا مش عايز اغلط الغلطه اللي انا غلطتها مع موسيماني، اللي كانت مع موسيماني. أيوه. فدايما يبقى دايما زي ما حضرتك قلت كده، يبقى في دايما التنافس، لان الراجل اللي هيلعب تاني يوم تاني يوم المباراه. احنا عندنا ثلاث فرق يا كابتن عادل. ايوه عشان كده الاهلي في ثلاث فرق وتحترت. يعني انا النهارده لو سالت، يعني نزلت لشارع الاهلاويه جبت 10 قلت له حط لي التشكيل، هيطلع لي 10 تشكيل مختلف وكلهم دوليين وكلهم كويسين وكلهم يعني النهارده كولر عنده لو الفرقه دي واقفه على رجليها، اللعيبه دي واصله بدنيا وفنيا لمستويات كويسه، صعب جدا انك تحط التشكيل نادي الاهلي. كلامك سليم. ممكن تبقى بتحط فرقتين، فرقه بتلعب في الدوري وفرقه بتلعب في دوري ابطال افريقيا. كلامك سليم 100%. علشان كده دايما النادي الاهلي عودنا، واحنا اتعودنا من صغرنا، ان النادي الاهلي في قمه نجاحه بيقيم نفسه، مش لما يبقى في اخفاق يقيم. لا وانت في قمه نجاحك طبعا. وانا بعتبر ان احنا في قمه نجاحنا، احنا واخدين في واصلين نهائي افريقيا 5 مرات من 6 مرات. مين بيعملها في العالم كله؟ اكبر نادي في العالم واخد بطولات 142 بطوله. انت بتنافس ريال مدريد وتحتيك برشلونه. ايوه. بتزعل من الجمهور لما يعني ما حدش بيزعل من الجمهور طبعا، بس في النهايه يعني بتبقى بالنسبه لك علامه استفهام من جمهور. لما كنت بقول في بدايه يعني الحلقه وانا بتكلم على طريقه تفكير العقل الجمعي لجماهير النادي الاهلي، فريق واصل زي ما حضرتك بتقول في 6 نسخ لخمسه نهائي، في اخر 3 نسخ واخد 2 منهم واحده غاليه جدا على حساب نادي الزمالك المصري، ولما يجي في النسخه الثالثه يخسر بيبقى زعلان. في خسر ازاي؟ لا مش عديها دي. خسر ازاي؟ طبعا ما انا قلت في ظروف طبعا، الجواب اللي استخبى طبعا 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 والحكم استخبى وشفت الحكم كان بيعمل ايه؟ يعني في طبعا ظروف، بس بصرف النظر انا مش عايز افتح في اللي فات تاني، وشايف انه الماتش ده لو اتلعب يعني 10 مرات الاهلي قادر يكسب في 9 فيهم، بس ما علينا يعني مش القصه دلوقتي. لكن بكلمك على الجمهور نفسه، يبقى واصل لثلاثة نهائي ومتتاليين، يكسب منهم 2 ويخسر 3 فيبقى زعلان، في نفس الوقت يعني المشهد اللي شفته في الدوري السنه اللي فاتت انه تقريبا كل الانديه الشعبيه اللي عندها جمهور، سيبك من انديه الشركات وانديه الهيئات وانديه الاستثمارات، دي قصه على جنب، انا بتكلم على النادي اللي عنده ظهير جماهيري وتاريخي، معظم الجماهير السنه اللي فاتت كانت بتفرح وتعمل مظاهره فرح في اخر مشوار الدوري عشان فرقتها كسبت ماتش وخدت 3 بونت، فبعدت عن الهبوط للدوري الممتاز به. المفارقه دي تكشف بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي بيفكر ازاي، حاله الضغط والرغبه المستمره والتعطش الدائم لتحقيق الانتصارات. دايما في الاستوديوهات وفي الوسط بتاعنا اللي مخليك دايما في المقدمه بفضل الله اولا. أيوة. ثم جمهور طبعا طبعا. الجمهور عايز فيه 5 بطولات، عايز 5، عايز 6. عارف لو عندك 5 بطولات هو عايز 6، فده الدافع انك انت تبقى كمنتمي كاداري كحد عامل لبس الطبيب اللاعب المدرب كل الناس عايزه تاخد كل البطولات. فعشان كده لما في بطوله بتقع ولا حاجه مع ظروفه والاخره بتبقى الجمهور بيبقى زعلان لان هو عايز البطولات كلها. ايوه انا فاهم ده طبيعي. بس في نقطه ثانيه مهمه، في الفتره اللي فاتت بقى لنا سنتين
في حاجات ملهاش علاقه بجمهور الاهلي. متفقين. مواقع يعني في موقع منهم اهلي نيوز. اهلي نيوز ده وحاطط شعار النادي الاهلي والبادج والاخره، اقرا بقى اللي تحت. الاهلي اصابه مش عارف ايه، مصيبه ايه ومش عارف ايه، واساميهم معروفه. أي. انا كاتبها والله عندي في اجنده عايز اوصلها. أي. ايه علاقه اهلي نيوز بالاخبار؟ كلها اخبار سيئه مغلوطه. اي لا طبعا في على السوشيال ميديا، ده مش جمهور الاهلي. في على السوشيال ميديا يعني ميليشيات ولجان وفبركه وناس لابسه تيشرت الاهلي ولا تنتمي للاهلي باي شكل من الاشكال. لكن اللي بتكلم عليها فكره انه حتى ده كان معانا احنا، يعني احنا طول عمرنا بنشجع. صحيح احنا يمكن اكتر كنا بنشجع في المدرجات اكتر ما احنا بنشجع في السوشيال ميديا، لكن دايما كان في حد لثقافه تقبل الهزيمه. وياما لعيبه الاهلي خسروا بطولات وكان في تقدير او في احساس بانه الناس عملت اللي عليها وربنا ما وفقناش. ده اختلف شويه في الفتره الاخيره. يعني انا معاك، انا معاك، لان انا مثلا اولادنا لو انا في النادي من 79 وانا بدرب في النادي، نقعد بالخمس ست سنين ما بنتغلبش ماتش. ولو تعادلنا ماتش ملوش قيمه الولاد بيعيطوا بيبكوا. ليه؟ لانه حاسس ان هو قصر، هو الولد ما قصرش، اللاعب ما قصرش، نتيجه سوء ملعب، يعني جزء من التحكيم الى اخره. انما خلال خمس ست سنين تتعادل مباراه تبقى بالنكد وعياط وانت راجع في الاتوبيس كله مدلدل وحاجه، يعني فدي يعني مش ممكن. التربيه دي لابد انها ترجع تاني للنادي الاهلي، واعتقد انها موجوده بس لازم ترجع تاني بقوه. ان الاولاد في جوه النادي ما يبقاش لسه ناشئ وطالع ولسه ما لعبش يقول لك انا عايز احترف. يا اخي انت وانت في النادي الاهلي بتشتغل ايه؟ ما انت في الاهلي انت محترف، بس لما تروح النادي الاهلي، تروح من النادي الاهلي وانت بتلعب في الفريق الاول وتروح تحترف، تبقى وضعك الادبي والفني على اعلى مستوى، ويبقى النادي جاي ياخدك من بطل افريقيا وثالث العالم، غير لما تروح وانت ناشئ كده لسه ما حدش عارفك. فدي كلها الانتماء من الصغر للفانيلا الحمراء. ويعني ايه ان انا ما اتغلبش الا في الشديد القوي، وان انا دايما اي بطوله بخشها انا ببقى سفير فوق العاده. طبعا، وبيتهيألي انه ده واحد من اهم المكونات المرتبطه بفكره روح الفانيلا الحمراء. يعني هو مصطلح روح الفانيلا الحمراء ده مش جاي من فراغ، ده جاي من انه 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 جوه النادي الاهلي انت متعود دايما على انه الفوز، الهدف هو الفوز بصرف النظر عن والله يا احمد امتى. انا والله متاكد والله من يا احمد بحلف لك بربنا انه النادي الاهلي عيله، مش كلام. طبعا عيله. طبعا العيله دي اي لعيب جوه النادي من الناشئين حاسس ان هو ده بيته. صحيح. بيدافع عن بيته، بيدافع عن المرمى كانه بيدافع عن البيت بتاعه. طيب عايز اروح معاك للاتحاد المنستيري. ويعني انا كنت باخد راي حضرتك في فكره انه الطلعه الاولى بالنسبه للمدير الفني جاي من اوروبا، بالنسبه له افريقيا دي حاجه يعني مجهوله، عن يعني ما يعرفش انديتها، ما يعرفش الحساسيات اللي موجوده بين فرقها، حساسيات الكوره الطبيعيه يعني، ما يعرفش مين فرق قويه. تونس بالنسبه له زي ساحل العاج، زي تشاد، زي يعني فاهم، ما عندوش فكره عن ده. اكيد طبعا حد يحكي له، بس انا بقى اتكلم على الخبره نفسها. جاي في فريق جماهيري مطالب بتحقيق كل الالقاب، بيبتدي اول مباراه رسميه لي هو شخصيا بيظهر فيها في مباراه مع بطل تونس او وصيف بطل تونس، لكنه ممثل الكره التونسيه. وبالمناسبه الاتحاد المنستيري يمكن يكون جديد على كتير من جماهير الكره في مصر، بس هو فريق الحقيقه السيزون اللي فات اخر سنتين عامل شغل كويس جدا، فرقه محترمه جدا، وبتلعب بره ارضك ومش قدام جمهورك. هل شايف ده بالنسبه لكولر، قبل ما اتكلم على المباراه بالنسبه للاهلي والسكواد والى اخره، هل شايف ده بالنسبه لكولر يمثل عنصر ضغط عليه يعمل له مشكله، ولا القصه بالنسبه للاجانب وحد بسي في كولر قصه مختلفه تماما؟ شوف يا احمد، بالنسبه للامور الفنيه بقول لحضرتك الامور الفنيه مش هتفرق بقى افريقيا عن اسيا عن اوروبا. لانك انت وانت بتلعب كوره، الكوره ما هياش لغارات، ملهاش جنسيه. فانا من الجانب الفني انا بقرا الفريق، الاتحاد ده بيلعب ازاي، ايه الاماكن الضعف والقوه اللي فيه، وانا هقابله ازاي. الامور كلها بتبقى امور اداريه، وما اعتقدش ان في حد اقدر من الكابتن الخطيب والكابتن سعد عبد الحفيظ وسامي قمصان
بيدوا للراجل النواحي الاداريه اللي موجوده من حيث الملاعب، من حيث ان انا بروح الفندق، ايه العقبات اللي ممكن تقابلك، يروح حطك في فندق بعيد. الكلام ده طبعا كله كان بيحصل زمان، دلوقتي لا، كابتن سيد بيروح مع سمير عدلي، بيروحوا علشان يحضر الفندق ويحضر الملاعب التدريب والاخر، فيبقى عنده خلفيه كامله. اعتقد انه شافها واخدها، مش لسه هياخدها. علشان كده انا بحترم الراجل ده جدا جدا. حركه بسيطه جدا ولاها، ولكنها ليها دلاله كبيره، ليها دلاله كبيره جدا، انه يطلع من الطياره على الملعب دي، مش عايز يضيع يعني نص ساعه، ده ممكن الفندق جنب النادي، يعني هيحط الشنطه ويرجع. فدي بتوريني قد ايه الراجل بيحترم مهنته وبيحترم تاريخ النادي ده. تاريخ النادي ده اكيد هو ما تعاقدش معاه، تعرف الاوروبيين يعني انت مثلا الاهرام، تعرف ايه عن الاهرام؟ ولا حاجه. لا الاهرام تلاقيه هو عنده ثلاث اربع كتب عن الاهرام، هو قبل ما يجي البلد واساسا مذاكر الاهرامات الثلاثه بشكل كويس. فما بالك بقى ده شغله بقى، ده جاي النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي ده من سنه كام، وايه البطولات اللي واخدها، واخر سنين عمل ايه، الى جانب طبعا الحاجات اللي موجوده في المكتبه في النادي. طيب كل لعيب سنه، لو سالتني له، لو سالتني في معلوماتي على الاهرامات هبهرك. دي حاجه تسعدني والله. انا بتكلم على انا فاهم طبعا، بتكلم على الناس الاجانب. ايوه اللي بتيجي بيبقى دايما عنده يعني جاي النادي الاهلي، زي موسيماني برضو لما كان جاي تبص تلاقيه قاري. الراجل ده برضو كراجل اوروبي هتبص تلاقيه كل حاجه صغيره وكبيره عن النادي الاهلي، كل حاجه صغيره وكبيره عن كل لاعب وعن الاداري، و ايه اللعيب اللي كان بيأدي اساسي وما كانش في الفتره الاخرانيه في حالته. والحاله دي ليه؟ هي بصمه القدم دي ليها معنى كبير. الاصابات بتبقى منها، الجزمه تبقى شكلها ايه، ارضيه الملعب. أيوة دي أيوة. كلها امور مرتبطه بتفاصيل، تفاصيل التفاصيل زي ما بيقولوا. امال ايه هو جاي يعملها يعني؟ أيوة. افتخارا للراجل بيفتخر علينا؟ لا، ده بيعمل حاجه لان لما الاقي في اصابات وفي اجهاد، فاعمل البصمه دي بحيث ان انا تبقى بتديني الطريق بتاعي ان انا ما يبقاش عندي اصابات. أيوة. واللعيب ياخد الجزمه المناسبه والارضيه المناسبه، كل الامور ديت بتبقى امور في غايه الاهميه. الحاجة الثانية، أنا بالنسبة للفريق الاتحاد، أنا في اعتقادي أنه في الجانب الفني، هو لو جاي بيقابلك يعني في نغمة يعني مضايقاني جدا، مباراة صعبة، مباراة صعبة، مباراة صعبة، طب يعني، طب يعني الاتحاد ده لما يجي يلعب النادي الأهلي هتبقى المباراة بالنسبة له إيه؟ صعبة برضه، صعبة جدا. أكيد طبعا صعبة جدا. كان معانا رئيس الاتحاد المنستيري بالمناسبة يعني في مداخلة من ايام في السادسه هنا، واتكلمنا، هم مقدرين تماما ان هو راجل بيدصها كده، من لاعب عملاق افريقيا، هنحاول ان احنا نبذل اقصى من عندنا، وهنحاول ان احنا نستغل المواجهه الاولى على ملعبنا في تحقيق افضل نتيجه. احنا مدركين تماما امكانيات وقدرات النادي الاهلي، كل يعني اعتقد اي نادي في افريقيا مهما بلغ حجمه النهارده كابتن عادل، عارف تماما انه لو وقع في طريق النادي الاهلي يعني محتاج. انت عارف ليه يا احمد؟ انت عارف ليه؟ النادي الاهلي بيحترم الصغير والكبير. أيوة. بص تلاقيه هو بيلاعب اقل نادي في افريقيا نفس الاهتمام ونفس الطياره الخاصه المراحل الاداريه. أيوة. الطياره الخاصه الكابتن سيد والكابتن سمير عدلي بيروحوا قبل نفس الاهميه ونفس التقدير، لذلك انت بتحترم كل المنافسين، ما بتقولش بقى دي مباراه سهله ومباراه صعبه. انا يعني بأناشد الزملاء وخاصه يعني لاعبتنا ومدربينا اللي موجودين دلوقتي، انا بقول مباراه صعبه، لكن انا عندي ثقه في ولادي وفي نفسي وفي الاداره بتاعتي وفي المدربين وفي الراجل الكولر، انه الراجل عنده من الامكانيات ومن الثقه في لعيبته، ان المباراه ديت هتبقى لانها مباراتين، المباراه الاولانيه هنشوفه هيأديها ازاي. هل هو برضو من ضمن الحاجات اللي بسمعها وحاجات غلط جدا، يقول لك انه الراجل بيهتم جدا بالجانب الهجومي. الكلام ده عاري تماما من الصحه. المدرب الجيد بيهاجم كويس قوي وبيدافع كويس قوي. واحد تاني يقول لك لا، ده اللي بيدافع كويس قوي يكسب ازاي؟ اللي بيدافع كويس قوي ما بيهاجمش هيجيب جول ازاي؟ لا احنا مشتاقين، انا بتهيألي ان الناس هتتفق معايا، احنا مشتاقين لكره الاهلي الهجوميه بشكل كبير. طبيعي لازم تدافع كويس عشان تقدر تامن نفسك، لكن الاهم من ده انه الاهلي يستعيد قدراته الهجوميه. وسؤالي الاخير لحضرتك، مين تراهن عليه انه يكون مفاجاه الاهلي من اللاعبين الموسم ده يا كابتن عادل؟ والله انا براهن عليهم كلهم من اول. مش عايز تختار اسم؟ لا 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 لا، تراهن عليهم من اول كلهم. انا براهن عليهم كلهم، لان هم شرفونا واسعدونا واسعدوا كل بيوت مصر، وخاصه جمهور النادي الاهلي وكل المحبين للنادي الاهلي.
اسعدونا كلهم من اول الشناوي لكل اللعيبه. انا براهن عليهم، لان الميزه احمد في النادي الاهلي مش فرد، مش لاعب، احنا بنلعب كره جماعيه. وبعدين انت عشان تهاجم كويس انت بتدافع ازاي؟ الكره ما بتفقدها بتضغط على المنافس طبعا، جيبها في اسرع وقت ممكن. فده احسن واجب دفاعي بيتعمل. احنا سنين سناننا ومستنيين الموسم يبدا ان شاء الله باذن الله تكون بدايه موفقه امام الاتحاد المنستيري. بشكر طبعا ضيفنا ونجمنا كابتن عادل طايما، نورتنا وشرفتنا كابتن عادل، وسعداء دايما بوجودك معنا في السادسه. شكرا يا احمد. شكرا لحضراتكم على المتابعه، وبكره في نفس الميعاد السادسه على شاشه الاهلي نتقابل على كل خير. تحياتي ليكم.